البستان يدخل إليه النحلة والذبابة. النحلة تبحث عن أجمل شيء في البستان، تقف على الورود، تنتقي الأزهار، تأخذ منه الرحيق، تخرج العسل. الذبابة تدخل إلى نفس البستان، تبحث عن الأوساخ أعزكم الله، تبحث عن القاذورات، تقف عليها ثم تخرج من البستان. وكذلك الناس، من الناس من يبحث في حياته عن الجميل، يأخذ الجميل، يسمع الجميل، يرى الجميل، يتفكر بالجميل، يتكلم وينقل الجميل. ومن الناس من يراقب أخطاء الناس ويتتبع عيوب الناس وينقل عيوب الناس وأخطاء الناس. لذلك هؤلاء هم أشد الناس هماً وكآبة. قالوا: من راقب الناس ما تهمن. وصدق ربي جل جلاله عندما قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.